والحديث بشكل موسع ينضم معي الأستاذ زيد الشبانات، مدير البرنامج الوطني للفقد والهدر في المؤسسة العامة للحبوب. أستاذ زيد أهلا بك. بداية، يعني نسبة عالية تتجاوز يعني نسبة الهدر الغذائي 33% بتكلفة 40 مليار ريال سنويا، كيف تعلق على نسبة الهدر العالية؟ أيضا ماذا تقدم المؤسسة من خلال البرنامج الوطني للحد من الهدر الغذائي في المملكة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأحييك أخوي أحمد وأحيي قناتنا القناة الإخبارية، وطبعا ليس غريب على القناة تكون متفاعلة مع الحدث. طبعا البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر برنامج مدعوم من الدولة حفظها الله، يتكون من 4 مراحل. المرحلة الأولى سبق طبعا تطرقنا لها، اللي هو تحديد الأرقام، ومثل ما تفضلت النسبة 33 اللي هو مؤشر الفقد 33%، وتكلفة ما يهدر في المملكة العربية السعودية سنويا 40 مليار أو أكثر من 40 مليار. والحمد لله أمس برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وقع معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب عقد لمدة 2 سنين مع إحدى الشركات المتخصصة للقيام بحملة توعوية على مستوى المملكة العربية السعودية، بإذن الله أنها تأتي وكلها وتؤثر إن شاء الله في سلوك المجتمع بشكل عام وبكافة شرائح المجتمع. طبعا هذا في ملخص للحملة إذا رأيته. طبعا اتفضل. طبعا الحملة تتكون من 3 مراحل. المرحلة الأولى إعلامية، كل مرحلة طبعا تتكون من حملة، فالحملة الإعلامية الأولى تتكون من مدة 2 شهر للقطاعات الخاصة والفنادق والقاعات، يكون موجهة لها حملة إعلامية مركزة. بعدها لمدة 4 أشهر حيكون هناك حملة توعوية لجميع أفراد المجتمع والجهات الحكومية والطلاب والطالبات، كوضع قاعدة إعلامية كأننا ننبه للأفراد المجتمع بأن هناك حدث سيحدث، يكونوا مستعدين له. بعدها تنطلق حملة ميدانية، حيكون فيه زيارات، فيه مقابلات، وفيها أمور إن شاء الله تحرك الميدان بما فيه من طبعا مرتادين سواء في المطاعم والفنادق أو المحلات التي يكثر فيها الهدر الغذائي. طيب. ثم طبعا تتكون من طبعا حملتين برضه، الحملة الأولى لمدة 2 شهر على نفس الفئة في الحملة الأولى المرحلة الأولى، والحملة الثانية لمدة 4 أشهر. ثم ننطلق للحملة التثقيفية السلوكية، وفيها نركز على الوسائل والطرق المساعدة لرفع مستوى الثقافة والوعي للحد من الفجر من الفقد والهدر في الغذاء. طبعا بيركز على عدة جوانب، اللي هو كيفية التسوق الرشيد، متى وأين نتسوق، أهمية شراء السلع الضرورية وفق الحاجة، أهمية التعامل مع السلع الغذائية في المنزل بقدر الحاجة، والاستفادة من اليوم السابق في الاستهلاك، يحاول يعالج استهلاكه حتى يصل إلى كمية مقدرة توازي أفراد الأسرة. طيب بداية تاريخ الحملة متى؟ الحملة إن شاء الله حتنطلق بعد توقيع العقد، الحمد لله وقعناها أمس، حيكون إن شاء الله بعد شهر تقريبا أو أقل من الشهر إن شاء الله. طيب في منطقة يعني في البداية ولا على مستوى المملكة؟ لا حتكون طبعا الحملة إعلامية طبعا على مستوى المملكة كامل، لأنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جميع وسائل التواصل حنستهدفها، والبرنامج له طبعا وسائل تواصل خاصة فيه حتنشر إن شاء الله مع طبعا وسائل التواصل للمؤسسة العامة للحبوب. من خلال هالحملة يعني أستاذ زيد، يعني كيف ستسهم في تحقيق أهداف الدولة يعني في الاستغلال الأمثل للموارد يعني الزراعية؟ طبعا الموارد الزراعية والموارد الاقتصادية بشكل عام هي المستهدف، لأن إذا استهدفنا الفرد والمجتمع وتحسن السلوك سواء الشراء أو الاستهلاك، بإذن الله حينقلب إن شاء الله التصور عند المجتمع ويتطور السلوك إلى أحسن، وإن شاء الله حيكون في قياس جميل كما تم في المرحلة الأولى خط الأساس، وننقل بإذن الله عن 33% والأربعين مليار يقل بإذن الله. وطبعا لنا مستهدف حتى 2030 أن الرقم هذا يقل بنسبة 50% بحول الله. طيب يعني أكبر هدر يعني في يعني من تذكرت الأطعمة يعني وغير الأطعمة،
يعني الهدر الأكبر يعني وين يتمكن؟ الهدر الأكبر الله يسلمك والسامعين والمشاهدين يتركز في الأرز والخبز تقريبا، هذا بالنسبة للهدر. أما الفقد طبعا يتركز في المنتجات الأخرى مثل الخضروات والفواكه، لأنه طبعا يحتاج تحسين وسائل طبعا الحصاد، وسائل الترحيل والناقل وما إلى ذلك. جميل. الأستاذ زيد الشبانات مدير البرنامج الوطني للفقد والهدر في المؤسسة العامة للحبوب، شكرا جزيلا لك.